السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة ومدونة زيمولي التقنية، والذي من خلاله سوف نتعرف على تطبيق زوم للقيام بلقاءات مباشرة عن بعد عن طريق الانترنت. هذا التطبيق هو تطبيق شهير وليس بالجديد، ولكن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يعرفونه والذين سيحتاجونه والذي سينفعهم كثيرا، خصوصا خلال هذه الفترة الخاصة بالحجر الصحي والتي يتزايد فيها الاحتياج إلى مثل هذه التطبيقات. فهذا التطبيق تطبيق زوم هو متوفر للحاسوب ومتوفر للهاتف كذلك، يسهل القيام بلقاءات مباشرة. فهذا التطبيق سوف يسهل على الأشخاص الذين يشتغلون عن بعد القيام بلقاءات مباشرة، مثلا القيام باجتماعات، ويمكن كذلك للأساتذة مع تلاميذهم أو طلبتهم القيام بلقاءات مباشرة عن طريقه. سوف نتعرف في هذا الفيديو عن طريقة استخدام هذا التطبيق، طريقة إنشاء لقاءات مباشرة، وطريقة الانضمام إليها كذلك. فلا تنسوا قبل البداية النقر على زر لايك، وكذلك الاشتراك بقناتي على اليوتيوب وتفعيل جرس التنبيهات. كما ولا تنسوا البقاء في بيوتكم والالتزام بشروط السلامة الصحية والوقائية. تابعوا معي هذا الفيديو. إذا هذا هو رابط تحميل تطبيق زوم سواء على الحاسوب أو على الهاتف كذلك. سوف تجدون هذا الرابط أسفل الفيديو. إذا دخلت من الويندوز فسوف يعطيك الرابط تحميل للويندوز، وإذا الماك سوف يعطيه لك للماك. يمكنك كذلك تحميله للهاتف سواء للأندرويد أو على الآي أو إس. لذلك فهذا التطبيق يعني هو متوفر على جميع الأنظمة، فبالتالي كيفما كان نوع جهازك فيمكنك الاستفادة منه للقيام بلقاءات مباشرة. إذا بعد تحميل التطبيق من هنا وتثبيته بطريقة عادية، سوف تدخل إليه وسوف يظهر لك بهذه الواجهة. طبعا يمكنك الضغط على Join Meeting إذا كان شخص قد قام بإنشاء لقاء وأردت أن تنضم إليه، وهنا Sign In حتى تقوم أنت بالدخول وإنشاء لقاء جديد. إذا سوف أضغط على Sign In من هنا، ثم سوف أسجل الدخول عن طريق حسابي بالفيسبوك. يمكنك إنشاء حساب جديد من هنا عن طريق الضغط على Sign Up Free. إذا كما تشاهدون فهذه هي واجهة البرنامج بعد الدخول إليه. من أجل أن تنشئ لقاء جديد سوف تضغط هنا على نيو ميتين. بعد ذلك بعد ان تفتح الكاميرا سوف يطلب منك كذلك الاوديو حتى تقوم باستخدام الاوديو. طبعا يمكنك استخدام الاوديو لوحده عن طريق الضغط على ستوب فيديو من هنا. سوف تظهر فقط الصورة الخاصة بك حتى يتم فقط عن طريق الصوت، يعني انت تحضر الى هذا اللقاء عن طريق الصوت. انا سوف اترك فقط لقاء عن طريق الصوت، لا اريد الفيديو. ثم بعد ذلك حتى يعني تقوم بدعوة أشخاص آخرين للدخول إلى هذا اللقاء تضغط هنا على Invite. ثم بعد ذلك سواء يمكنك أن تختار هنا عن طريق الكونتاكت إن كان لديك كونتاكت هنا، أو عن طريق الإيميل يمكنك أن ترسل إيميل إلى أحدهم حتى يدخل إليه. ولكن يمكنك كذلك الضغط على Copy URL حتى تعطيه لشخص، بعد ذلك سوف يضعه وسوف يقوم بالدخول. سوف نشرح كذلك طريقة الدخول الى ال URL او الى الرابط للدخول الى اللقاء، او يمكنك الضغط على copy invitation من اجل ان تقوم بنسخ الدعوة كاملة وترسلها لشخص ما. وهذا هو الكود طبعا الخاص بالميتين باللقاء، يعطيك هذا الباسورد. بعد ان تختار الاشخاص تضغط هنا على invite او تقوم بالاغلاق وارسال لهم الرابط. هنا سوف تجد المشاركين، سوف تجد كذلك هنا share screen، يمكنك ان تشارك شاشة الحاسوب مع من معك في اللقاء، سواء مع أشخاص الذين يشتغلون معك أو مثلا مع التلاميذ إذا كان لديك درس في الباوربوينت أو درس في الحاسوب على سبيل المثال. يمكنك هنا كذلك أن تحدد الإعدادات الخاصة بمشاركة السكرين. هنا لدينا في الشات يمكنك أن تتواصل عن طريق الشات، وهنا ريكورد من أجل تسجيل هذا اللقاء حتى يبقى لديك مسجل ويمكنك العودة إليه. ثم هنا لدينا الرياكشنز التي يمكنك أن تضيفها، ويمكنك هنا إنهاء اللقاء. طبعا كل هذا هو شيء بسيط جدا، يمكنك الضغط هنا على فول سكرين من أجل وضع ملء الشاشة. إذا أنا سوف أضغط على End Meeting. الآن ليس لدي أي شخص أريد أن أدعوه، فقط أريد أن أشرح لكم طبعا هذا التطبيق وطريقة استخدامه. إذا سوف أضغط على End Meeting for All. طبعا أنت كصاحب الميتين يمكنك أن تقوم بإزالته أو يمكنك فقط أن تخرج. إذا أنا سوف أقوم بإنهائه. ومن أجل أن تدخل إلى لقاء تضغط على Join من هنا إذا كان شخص قد أرسل لك رابط خاص باللقاء، ثم هنا سوف تضع الرابط كما تشاهدون. عندما ندخل الرابط فسوف يعطينا الاي دي، ثم بعد ذلك سوف تدخل الاسم الخاص بك من هنا، مثلا Not connect to audio أو turn off my video، يعني تريد
أن تبقى فقط بالصوت تحدد على turn off my video، أو تريد أن تدخل بدون صوت ولا أي شيء تضغط على الخيارين، أو تريد أن تدخل فقط بالفيديو تضغط على الخيار الأول فقط، ويمكنك الدخول بالأوديو والفيديو في نفس الوقت بعدم الضغط على كلا الخيارين، ثم بعد ذلك تضغط على join ليتم إدخالك. طبعا كما تشاهدون هذا ID is not valid لأنني أنا قمت الآن بإنهاء هذا اللقاء. طبعا يجب أن يكون اللقاء مباشر. هنا يمكنك أن تعمل schedule، أي يعني تقوم بوضع meeting وتضع له تاريخ محدد. تضع هنا مثلا تاريخ الذي سوف يبدأ منه، يمكنك أن تحدد الساعة كذلك، يمكنك أن تحدد الوقت، يمكنك كذلك القيام بمجموعة من الإعدادات. هنا لديك Advanced Options يمكنك مشاهدتها ووضع مجموعة من الإعدادات، بعد ذلك تضغط على Schedule من هنا من أجل القيام بإنشاء لقاء يتم طبعا عمل له Schedule، أي يتم تحديده في الزمن. إذن بالنسبة لتطبيق زوم انطلاقا من الهاتف فسوف ندخل إليه، سوف نضغط على Sign In من أجل تسجيل دخولنا إلى حسابنا. سوف أسجل الدخول عبر حسابي، ثم بعد ذلك كما تشاهدون فالواجهة لا تختلف كثيرا عن الواجهة الخاصة بالتطبيق انطلاقا من الحاسوب. فيمكنك إنشاء لقاء جديد عن طريق الضغط على New Meeting، كما يمكنك أن تنضم إلى لقاء عن طريق Join، يمكنك أن تعمل Schedule للقاء معين، كما يمكنك مشاركة شاشة الهاتف كذلك عن طريق التطبيق. لدينا كذلك هنا Meetings، يمكنك هنا أن تجد اللقاءات الخاصة بك، يمكنك أن تضغط على Start Meeting، أو يمكنك أن ترسل Invitation ليدخل معك شخص فيه، يعني اللقاء المباشر. هنا لدينا Contacts، يمكنك أن تضع هنا الكونتاكت الخاص بك في التطبيق، يعني الذي تريد أن تشارك معهم اللقاءات وتحضر معهم في نفس اللقاءات. كما لدينا هنا إعدادات تطبيق، يعني لا داعي لشرح كل شيء بنفس الطريقة على الحاسوب لأن الفيديو سوف يكون طويل وممل، لذلك فنفس الأشياء يمكنك مشاهدتها عن طريق الشرح في الحاسوب وسوف تستفيد منها لاستخدام تطبيق في هاتفك. إذا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أنه أعجبكم وأنكم استفدتم منه، فلا تنسوا النقر على زر لايك لهذا الفيديو، الاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل جرس التنبيهات. كنت معكم أنا إيهاب من قناة مدونة زيمو للتقنية، دمتم في أمان الله.